إنك ميت وإنهم ميتون. إنها الآية التي إذا قرأها المؤمن هانت عليه الدنيا، وعلم أن أيامه فيها قليلة، وأن حياته فيها محدودة، وأن ساعاته معدودة، يوم يحس أن أفضل الخلق وأشرف العباد وأحبهم إلى الله قد صار إلى الله، فكيف بمن سواه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا بالقلوب تتساءل، فما الذي يكون وما الذي يحدث لهذا الكون؟ فأخذ الله عز وجل بمجامع القلوب إذا لا إلى ذلك اليوم المشهود واللقاء الموعود، إلى تلك المشاهد العظيمة، فعبر عنها في آية واحدة كريمة. إذا بالقلوب تنتقل إلى مشهد من المشاهد بين يدي الله علام الغيوب، إنه المشهد الذي تطول فيه الخصومة، إنه المشهد الذي يعظم فيه السؤال والحكومة، إنه مشهد ديان يوم الدين، يوم يأتي الله لفصل القضاء، يوم يحكم الله بين العباد ويؤذن للأشهاد، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم يأتي الصغير والكبير، يوم ينكشف الجليل والحقير، يوم يسأل عن الخردلة والقطمير والنقير، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم يخاصم الابن أباه وأخته وأخاه، يوم يخاصم الزوج زوجه وصاحبته وبنيه وأخته وأخيه. إنه اليوم العظيم الذي تطول فيه الخصومة بين يدي الله الجليل العظيم، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يوم تنقطع المعاذر وتغص الحناجر وتخشع القلوب وتعنت الوجوه للحي القاهر. ثم انتقلت تلك الآيات الكريمة في عظات عظيمة حتى وقفت مع المذنبين، ووقفت مع المسيئين المخطئين، يوم ثقلت أحمالهم من الذنوب، يوم عظمت إساءتهم عند الله علام الغيوب، فنادتهم نداء الرحمات، وفتحت أمام أبوابهم المغفرات، فناداهم الله فاطر الأرض والسماوات نداء يهز القلوب ويعظم رجاءها في الله علام الغيوب. يوم يحس العبد بعظيم إساءته وجليل ذنبه في حق ربه، فإذا بالأبواب تفتح، وإذا بالنداء يقرع القلوب والأسماع، ألا يخيب الرجاء في الله جل جلاله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يوم زل اللسان وزل الجنان وأخطأت الجوارح والأركان، يا من حملتم ذنوبها، يا من عظمت عليكم إساءتها، إني لها وكفى بالله لها. يوم يحس العبد بطول غربته وبعده عن ربه وعظيم إساءته، فيناديه الغني الحليم ويناديه الجليل الرحيم، ألا تيأس من رحمة الله يا أرحم الراحمين. علم الله جل جلاله
أن ليس للذنوب أحد سواه، وأن ليس للعيوب أحد عداه. فناداهم وهم في الذنوب غارقون، ودعاهم وهم في الإساءة يتهافتون. ثم بين جل جلاله أن هذا النداء قد وقتت أوقاته وحددت ساعاته ولحظاته، فقبل الفوات قبل الممات، قبل الفوات قبل الفوات، وقبل الممات وقبل الممات، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يناديهم لكي يتداركوا، لكي يقبلوا ويجنبوا، لكي يقبلوا على الله جل وعلا وينيبوا. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس، إنها النفس الظالمة، إنها النفس الآثمة، إنها النفس الظلومة الغاشمة، التي ما تركت بابا من الذنوب إلا قرعته، ولا بابا من الإساءة إلا ولجته. أن تقول يا حسرة، وما أعظم الحسرة إذا خسر أصحابها وعظمت خسارة أربابها، فخرجوا من الدنيا صفر اليدين من رحمة الله. ما أعظمها من خسارة إذا طويت الصحائف باللعنات، ما أعظمها من خسارة يوم يطبع على القلوب، يوم يتأذن غضب الله علام الغيوب. من عظيم الإساءة وعظيم الذنوب، ما أعظمها من خسارة يوم لا يستطيع الرجوع، يوم لا تنفع المعذرة ولا تغني الدموع، يوم يتقطع القلب من الألم، يوم يعتصر من شديد الندم. أن تقول نفس، ومتى تقول؟ حين تضع آخر أقدامها من أعتاب هذه الدنيا، وتستقبل الدار التي هي غريبة عليها، يوم تنقطع المعاذر وتغص السكرات في الحناجر، ويصير العبد ذليلا حقيرا إلى الله الواحد.